وضمن فعاليات المهرجان الشبابي العالمي الأول انطلق مؤتمر الشباب الدولي العاشر بمشاركة نخبة من شباب العالم. من محيط النسخة العاشرة لمؤتمر الشباب الدولي الذي أطل على صناع المستقبل من نافذة فعاليات المهرجان الشبابي العالمي الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاءت الاستفادة عظيمة جنبا إلى جنب ترابطا مع فحوى المواضيع الستة التي تفنن المحاضرون في تقديم جوانبها بلغة مبسطة فكاهية تتلائم مع طريقة فهم الشباب لقضايا العصر التي تحيط بهم، كجودة التعليم وقضية المساواة بين الجنسين وسبل الحياة على الأرض، إضافة إلى موضوع الصحة الجيدة والرفاه وجزئية العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وصولا إلى كيفية تطبيق معادلة العدالة السلمية والمؤسسات القوية. إنني سعيدة بوجودي هنا للتحدث عن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وأن تصل رسالة قوية للشباب وأن نلهمهم بقوة إرادتهم وخدمتهم لمجتمعهم والاقتصاد والمصلحة العامة. سأشارك بقصة اليوم عن كيفية استخدام التكنولوجيا في تعليم الابتكار لهؤلاء الشباب. مؤتمر الشباب الدولي شكل فرصة ذهبية للالتقاء وتبادل التجارب بين الشباب العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مستهدفا في السياق عينه جلب السبل الكفيلة بتعزيز ثقافة العمل لديهم لتلبية احتياجات مجتمعاتهم وتنميتها عبر استقطاب الخبرات العالمية والشخصيات الفاعلة في مجالات الحياة المختلفة. بمناسبة اليوم العالمي للشباب حضرت هاي المهرجان اللي كان يضم العديد من المتحدثين من مختلف الدول والأجناس، والحمد لله قدروا يوصلون لنا تجربتهم واستفدنا منها وايد. أهداف التنمية المستدامة 17 هذه لو كلنا احنا حصلنا على ثقافتها وحصلنا على ماهية يعني الدور الذي تقوم به لما ان حصلت لدى العالم كأجمع، منها مثلا يعني معالجة الفقر والتعليم والصحة وإلى ما ذلك، فإنه المجتمع سينمو بطريقة مثقفة. الفرصة كما هذه تسمح للشباب إنه يفهم ويعرف شنو الأهداف المستدامة في العالمية، اللي تخلي الإنسان يفهم شنو هو، علاش هو في العالم هذايا، علاش شنو دوره في العالم هذايا، علاش شنو لازم يكون عنده دور فعال. نخبة من شباب العالم ومن على أرض مملكة البحرين خاضوا وسيخوضون خلال المتبقي من أيام المهرجان عديد التجارب العملية التي لا يمكن فصلها عن قضايا المجتمع على النطاق الدولي. يوم تولى المحاضرون فيه تقديم نماذج نجاح يسهل تطبيقها وترجمتها إذا توفر المتاح من الإمكانات، وطرحت بوادر الإرادة من قبل العازمين على مخالفة التوقعات بعظيم أفعالهم وعظم إبداعاتهم. لتلفزيون البحرين محمد رشيدة.